بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكين عبد العالي، مهندس برمجيات. نكمل في المشروع الجماعي الذي بدأناه في الحصة الفارطة، واليوم إن شاء الله سنتكلم على الدلفي. إذن سنكمل في الجزء الثاني من المشروع، لكن فقط على مشروع الفاير مونكي، أي الدلفي. الناس للخاصين بالدلفي أو مجموعة الدلفي تتابع الحلقة اليوم، وليزمارين والرياكت عليكم بالانتظار حتى أكمل مع الدلفي أولا. إذن المطلوب كان على صفحة الفيسبوك، يجب الدخول إلى صفحة الفيسبوك لمتابعة ما هو المطلوب، لأن في على صفحة الفيسبوك نستطيع عملية نقوم بعملية نقاش ونتناقش ما بيننا ونضيف الأمور التي نحتاجها، وأطرح لكم كما قلت التطبيق أو المشروع عبارة عن تطبيقات ثم نجملها أو نجمع كل مع بعض. إذن هنا سنحاول إضاءة المشروع إضافة تعدد اللغات. إذن في الدلفي سنضيف تعدد اللغات أي تظهر حسب لغة النظام، الصورة والميل الذي يظهر في جيزون، يعني الصورة التي تظهر والميل والاسم واللقب، هذه المعلومات ستأتي من جيزون. في السابق عملنا فقط تكست، الآن سنأتي بالمعلومات من جيزون. لماذا جيزون ولماذا هذه فكرة؟ لأننا بعدين أو بعد ذلك في نهاية البروجكت سنقوم بإنشاء ويب أبي الذي يسمح لنا بعملية تسجيل المستعمل، وهذا التسجيل سيخزن في قاعدة بيانات، وبطبيعة الحال عندما يكتب اللوجين باسورد أي الاسم والمود باس أو اسم المرور أو كلمة سر، تفتح الصفحة وتفتح صفحة الصورة الخاصة به، تأتي من قاعدة بيانات، وكل هذه الأمور التي تأتي من قاعدة بيانات تأتي على شكل جيزون. إذن الويب أبي يرسل لي ملف جيزون وأنا أستعمل لي. لذلك قلت نتكلم على جيزون الآن، لكن هذه بقى يعني آخر شيء نقوم به هو الويب أبي. الخاصية الاسم الميل هو أنا بالدلفي لكن في الدوت نت لابد من استعمال لامفيفيا. إذن عندي تعدد اللغات والجيزون، وأيضا قلت أننا من الأحسن تقسيم الواجهة إلى قسمين ولا ندعوها في فورم واحد مثل ما عملنا في الإكزامل، يعني الناس اللي تحب تقارن ما بين الدلفي والزامرن عليكم بدخول دروس الزامرن في هذا البروجكت. أوكي، نذهب إلى السورس الآن. أنا قمت بالمشروع، أنشأت هذه الصفحة الرئيسية، إنها هي main form. كما تتذكرون هذا كانت في السابق كان عبارة عن rectangle في الدرس الفرد تكلمت عليه، وكان عبارة عن rectangle هذا في الهيدر rectangle، وبداخله صورة وصورة الباكجراوند وصورة والميل كلهم كانوا بداخله، لكن الآن كما تلاحظون هو فريم بداخل الريكتونجل، وضعت فريم، والفريم أين هو؟ هو موجود في ملف خارجي سميته layout header مثل ما عملنا في Xamarin Forms. layout header هو عبارة عن فريم كما تلاحظون فريم، ووضعت المكونات التي كانت موجودة في المين فورم. إذن فصلت الجزء العلوي في الهيدر في فريم جديد. كيف أضفت الفريم؟ تضغط بزر الأيسر وتضيف أجوتي نوفو أوتر أو أودر، وتذهب إلى هنا وتبحث على الفريم أودر في أودر الله أعلم كادر هنا هنا في شيء انفيديوال وكادر فاير مونكي كما تلاحظون. هكذا استطعنا عمل فريم، وضعت به الصورة والميل والصورة الدائرية إلا أنها ليس هي مخفية، وهذا الفريم نقلته كيف ذلك عن طريق مكون الفريم. إذا هنا بحثت على كادر بالفرنسية كادر، وأخذت هذا المكون كادر ووضعته هنا كما تلاحظون. لو عملت سيطلب مني من ما هي هنا ستظهر قائمة كل الفريمات الموجودة أو الكادر الموجودة في البروجكت، وأحدد ما أريد ربطه في هذا الكومبوننت أو الريكتانجل هنا. أوكي، عملت أوكي ووضع لي هنا المحتوى الفريم، ها هو الفريم كما تلاحظون. ثم في الحدث on create للفورم
ماذا قلت له؟ عملية لود أو فيل أو شارجي أو جيت داتا، يعني كلها ميثودات كما تسموها كما تحبون، أنا سميتها لود. إذن سيعمل لود للفريم، الفريم هذا هو مكون الفريم، وقلت له لود. إذن هذه ميثود بيبليك موجودة في الفريم. نذهب إلى الفريم، ماذا وضعت في الفريم؟ قلت له عندي ميثود خاصة بالكلاس فريم كي نصل إليها من الخارج، وهذه الميثود ماذا ستقوم أو بروسيدير في الدلفي، يعني نفس الشيء ميثود في سي شارب أو بروسيدير في الدلفي نفس الشيء تقريبا. هذه اللود ماذا ستقوم؟ ستقوم بإنشاء يوزر من نوع تي يوزر، وتي يوزر ما هو؟ هو عبارة عن كلاس أنشأتها يونيت اسمها يوزر اي يوزر، وكلاس اسمها تي يوزر بها الخاصية في يوزر اي دي فيرست نيم لاست نيم وادريس وايماج ايميل ادريس وايماج. هذا نسميها كلاس ميتي او نسميها موديل كلاس موديل او انتيتي. اذا هذه الكلاس قمت، اين هو السورس للهيدر، قلت بانشاء كما تلاحظون هنا create instance يعني object من نوع tUser. أوكي، أنشأت string من نوع JSON، هذا string في شكل JSON، لنفرض أن هذا هو الجيزون الذي يأتيني من السيرفر الويب سيرفيس أو الويب API. وهذا التكست لحد الآن وضعت constant فقط first name last name وزكيري عبد العالي والأدرس ميل وإيماج اسم الصورة اللي هي زكيري .png أو JPG. اوكي هذا string فقط. اوكي ثم قلت له انشئ يوزر، في هذا اليوزر اعمل لي بارس او حول الجيزون الى تي يوزر، حول الجيزون اللي هو text الى object تي يوزر واضعه في يوزر. اذا سيحول هذا string من string جيزون الى object حقيقي وهو object delphi اسمه يوزر. ثم نستطيع الوصول الى الخاصيات الموجوده في اليوزر. قلت له ايميل ادريس ضعها في الايميل، الايميل هي لابل معناها لابل ايميل، هذه الايميل سميتها، وهذه سي ايماج هي سيركل ايماج، والكونتنت هي لابل لي اوت لي اوت كونتنت. كي نرجع، إذا ضع الإيميل الموجود فيه هنا في string، هذا string ضعه في التكست الخاص بالأوبجكت أو الكنترول أو الكنترول في C sharp الكومبوننت في الدلفي كومبوننت لابل اسمه إيميل. ثم اذهب إلى الباث حسب النظام الذي أنت فيه، إذا كان ويندوز تأخذ الباث من هنا، وإذا كان عكس الويندوز أي أندرويد أو إي أو إس خذ الباث من هنا، هذه تعلمناها في السابق. وقلت له الباث هو المسار الصور يعني ايماج، و ستجد اسمها user.image اللي هي user.image اللي هي اسم الصورة اللي هي هذه الصورة، سيجدها هنا بطبيعة الحال، و بطبيعة الحال عندما نعمل deployment نلاحظ أن الصورة هذه هي الصورة قد وضعها. ثم قلت له circle image fill bitmap bitmap load from file يعني from path. إذن سيعمل load لهذه الصورة الموجودة في هذا المسار للفيل للمكون image أوتوماتيكيا عند ما نطلب load. إذن هنا عملنا parsing للجيزون، حولناه إلى object user وأخذنا الخاصيات في user ووضعناها في email في label، والصورة وضعناها في الصورة. لو عندي email نستطيع إضافة label جديد اسمه email address، وبكل سهولة نستطيع إضافة email address. لنقوم بها الآن. نيم شاشة صغيرة هنا، يعني أستعمل شاشة واحدة هنا. كي الإيميل
هذا الميل والاسم، عفوا النيم، نسميه نيم مثلا. اذا عندي ايميل وعندي نيم. تكست، هنا هي تكست، تكست، اوكي، عندي ايميل ونيم. نذهب الى السورس، نقول له اذا النيم بوينت تكست سيأخذ last name first name first name زائد last name. ونعمل فراغ. كي نجرب الآن، عملت build، ننتظر حتى ينفذ. الجهاز في يدي، وكما تلاحظون حتى النيم ظهر، سكيري عبد العالي، وإيميل، الصورة، واللغة العربية. اللغة العربية، هذا عن الجيزون، انتهينا منه. اللغة العربية كيف ذلك؟ إذا نفس الدرس الذي عملناه في تعدد اللغات تجدونه على دروس تعدد اللغات، هو موجود هنا تعدد اللغات. ثبت المكون الذي للعربية، هذا مكون تعدد اللغات، وأنشأنا ثلاث لغات، فرنسية، إنجليزية، وعربية، وحفظت هذا الملف في ريسورس، مجلد ريسورس، فقط للحفظ فقط، يعني ليس له معنى هنا، حتى صور ليس لها معنى هنا، لكن أريد دائما أحافظ على السورس والأمور التي أحتاجها في البروجكت. إذا هو المكون ارتيال للعربية هنا، يعني الارتيال احتفظوا به لأنه مجاني لحد الآن، هو مجاني، احتفظوا به، دعوه في مكان ما واحتفظوا به، هو مجاني ويصحح اللغة العربية على الفاير مونكي. إذا اللغة العربية نفس الدرس لدعي إلى الشرح، وضعت اللغة العربية، وضعت ملتي لانجويج للغة الفرنسية والإنجليزية، وهنا قلت له عربية و حذفت، يعني عملت فولس، لذلك تحصلنا على العربية. لو عملت ترو وأعيد التنفيذ، إذا هنا سيظهر باللغة الجهاز، لأني عملت أوتو سيلكت، يعني أوتو ديتكت، سيعمل ديتكت للنظام الموجود. سيعمل ديتكت للنظام الموجود بدل في بطيء مقارنة مع الرياكت والزامرن. اوكي، حصلنا على النتيجة، وعند الضغط على هذا
كما تلاحظون ظهر بلغة الجهاز اللي هي فرنسية وظهر مي بي بي. هذا كل شيء في الدلفي. إذا البروجيكت تضع على الجيت هاب، ويمكنكم جماعة الدلفي أن تستمروا في التطبيق. سأطلب منكم شيء آخر وإن شاء الله، وهي عند النقر على الزر هنا، عند النقر على الزر هذا مي بي بي تفتح نافذة، وإن شاء الله سأطرح هذا الموضوع في الفيسبوك مباشرة بعد هذا التسجيل لجماعة الدلفي، وأيضا بقية ليكزمارين فورمز سنعمل نفس الشيء بالان في في ام وبالرياكت ناتيف أيضا. أتمنى أن يكون الدرس مفيد لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأتمنى أن تكون المشاركة بقوة، خاصة جماعة الدلفي. هذا تحدي لجماعة الدلفي، هي يعني فعلا تحدي، أنت تقوم ب كمان تحدي لجماعة الزامرن وجماعة الجافا سكريبت. إذا ماذا تنتظر يا دلفاوي؟ اذهب وشارك في البروجكت. مع السلامة، السلام عليكم.